رب تكونوا كويسين. النهاردة هنتكلم مع بعض عن توقعات النص التاني لشهر مارس 2021 لمواليد برج الحوت، فنجان برج الحوت. اول حاجة تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد. ونشوف فنجان برج الحوت بيقول ايه للشهر الشهر مارس. طبعا انا بشكر الناس جدا على التعليقات الجميلة اللي بتكتبها لي في التعليقات، وكمان الفيديو اللي هنتم مستنيينه علاج السحر والعين اللي هي مصيبة الانسان والبيت. هنزل لكم فيديو حاضر من عيوني، هنزل لكم فيديو مخصوص ليكم ومركم، وكمان هنزل لكم اكتر من فيديو لعلاج العين والحسد. بس انا عايزة اقول لكم على حاجة كده بسرعة قبل ما ابدأ القراءة، تجيبوا كوباية مية لجميع الابراج، لاي حد هيسمعني اي حد حس ان هو محسود يجيب كوباية مية ويحط فيها معلقة ملح ومعلقة مية ورد، ونقرأ عليها آيات قرآنية، آية الكرسي، نقرأ عليها شوية آيات هكتبها لكم في التعليقات أو هنزل لكم بالفيديو، وترشوا بيها يوم الجمعة الصبح أركان البيت، أركان البيت كله نرشها بيه، ونشوف بقى إن شاء الله بإذن الله هنشوف الفرق إزاي. يلا بينا بقى، وأنا هنزل لكم أكتر من فيديو لعلاج العين والحسد والحاجات دي كلها على القناة. هنقول بسم الله. بص يا برج الحوت، تفائلوا بالخير يلا وصلوا على الحبيب. برج الحوت، ليه دايما عندك مشاكل بينك وما بين الشريك؟ دايما عندك مشاكل بينك وما بين الشريك، كل ما بيحصل مصالحة بتحصل مشاكل، كل ما يكون يعني العلاقة بينك وما بين الحبيب مش كويسة خالص، العلاقة فيها توتر، فيها طرف ثالث بينك وما بين حد يا برج الحوت، بينك وما بين الشريك. شايفة ان انت بتحضر لسفر، عايز تسافر وعايز تمشي، عندك طريق مفتوح، عندك دوامة في حياتك، عايش في دوامة، رزقك قليل، رزقك قليل يا دلو يا حوت، بس دايما بتحمد ربنا وتقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال، بس دايما حياتك فيها دوامة، دايما عايش في دوامة مع نفسك، مع نفسك. بتتعب اليومين دول، انت بتتعب وبتعافر كتير جدا عشان تجيب رزقتك، عشان الرزق عندك قليل يا برج الحوت. ناوي على حاجة، ناوي على سفر، ناوي على ان انت تشتري حاجة، ناوي على رحلة، ناوي على حاجة عندك يا برج الحوت. عندك ناس داخلة مشاريع، عندك ناس داخلة مشاريع. ايه الكلام اللي سمعته ضايقك؟ ايه الكلام اللي انت سمعته ضايقك؟ او الكلام الحاجة اللي انت سمعتها ضايقتك، مش عايزاك تدي ودانك لحد، مش عايزاك تدي ودانك لحد. بلاش تسمع كلام اي حد يا برج الحوت. عايزاك تكون ثابت في حياتك. شهر مارس على فكرة من ناحية حياتك في حاجات حلوة كتير جدا ليك يا برج الحوت. شايفة كمان ان انت عندك خبر حلو، الخبر ده فيه امور جميلة، عندك انتصار على اعداء ان شاء الله بإذن الله. الايام اللي جاية دي هيطلب منك فلوس، حد هيستلف منك فلوس، حد او حد هيجي هيرن عليك او هيكلمك او انت ممكن تطلب من حد فلوس، الله اعلم. شايفة ان برج الحوت هيقف من تاني على رجليك، هتقف من تاني على رجليك وعلى ارض صلبة. البعض منكم هترمي الماضي ورا ظهرك وهتبدأ حياتك من جديد، وهتكمل وهتقول انا استاهل. عايزاك تفكر صح علشان خاطر تقدر تلعبها صح، وعايزاك تكون حياتك فيها اولويات. عندك مين اللي تعبان عندك وزعلان عليه؟ في حد تعبان عندك وزعلان عليه؟ في ناس من بعض مواليد برج الحوت ناويين يسافروا، عايزين يهاجروا. عندك توقيع ورقه في الخير ليك، عندك انتصار على اعداء. يعني شهر مارس كان شهرك المفروض يكون فيه كل الامور عندك الجميله. ايه الناس اللي عندك داخله محكمه او انت داخل محكمه؟ بس اطمن اطمن وتفائل، الدخول عندك لصالحك، دخول المحكمه عندك في صالح. في اخبار حلوه، في مصالحات عندك، حد هيجي يصالحك، تعملوا قعده وحد هيصالحك. الاسبوع اللي جاي ده هتكون قوي جدا، روحانيتك عاليه، تصرفاتك جميله، عندك مكاسب ماديه، مكاسب ماديا هتكسبها، تكسب قضية، تكسب ورث، هتكسب حاجة بدخول مال عندك ان شاء الله بإذن الله. عندك برج الحوت عندك ترقية في حياتك، عندك ترقية في حياتك يا برج الحوت. تفائل بالخير، سيب كل الهموم، ارمي ورا ظهرك كل حاجة ضايقتك في يوم من الايام، واستنى الاخبار الجميلة اللي هي جاية لك. عندك انتعاشة حلوة ان شاء الله بإذن الله، انت مستني دعوة حلوة من حد،
يعني دايما بتقول دعوة الغريب مستجابة، ان شاء الله بإذن الله دعوة الغريب من نصيبك، وعشان كده عندك خبر حلو من ناحية الحمل، عندك خبر حلو من ناحية الحمل. في بعض اليوم الايام اللي جاية هيكون الثلاث ايام اللي هيكونوا جايين عندك، في امور حلوة جدا عندك، هتكون واثق في نفسك ان شاء الله بإذن الله، هيكون عندك نجاح، هيكون عندك امور عكس اللي هي قدامك، هيكون عندك امور جميلة جدا، تفائل بالخير. ممكن كمان يكون مصالحة عندك حد معين، حد انت زعلان منه، مين اللي زعلان منه ومستنيه يصالحك، بالفعل هيجي يصالحك. بص يا برج الحوت، انت تعبان اول يومين دول من كل النواحي، هتعدي، في مفاوضات عندك كتير. ايه الحاجة اللي هتخصك انت تتكلم عنها الايام اللي جاية؟ عندك دايرة في الاتصالات، عندك دايرة في الاتصالات، هيكون عندك تعرف على ناس جديدة، هيكون عندك تعرف على ناس جديدة. انت متكلم في حياتك، متكلم في حياتك، بتاخد وتدي مع الاشخاص بشكل ودي لطيف، انت من الاشخاص المقنعين في الكلام. عندك نقاش مع حد معين، شايفة كمان انت هتتكلم كويس في الاجتماع، هتناقش كويس، الاختبار هيكون كويس في حياتك. شايفة ان انت بتسمع الرأي وبتسمع الرأي الاخر، بتقدم الخير لكل الناس، متحدث حلو قوي يا برج الحوت، ما شاء الله عليك، يعني تفائل بالخير، الفعل هيكون حلو. بص يا برج الحوت، شوف مجالك ايه وسعى فيه، شوف انت الحاجة اللي بتحبها، شوف الحاجة اللي انت بتحبها وحاول تمشي وتكمل عليها. بص، ايه الحياة اللي اكتشفتها صدمتك؟ ايه الحاجة اللي انت اكتشفتها صدمتك؟ قولي ايه الحاجة اللي عرفتها صدمتك؟ حيران، حيران يا حوت، حيران يا حوت. الايام دي عندك تلات ايام فيهم اخبار حلوة، الدنيا هتتظبط، في تلات ايام جايين عندك، الامور عندك هتتظبط، وهتكون من صفك، وهتكون منتصر على الاعداء، بس عايزاك برضو تهدى شوية، عايزاك تهدى شوية، تهدى شوية يا حوت. هيحصل عندك شوية توتر في حياتك، شوية انفعال، شوية شد، شوية أمور معاكسة، بس هتنتصر إن شاء الله بإذن الله، هتنتصر وهتكون منصور. كون هادي، كون هادي الأيام اللي جاية. أنت ممكن تتضايق من بعض الأمور عندك في حياتك، بلاش تكون قلق، بلاش تكون متشتت، لأ، تفائل بالخير، تفائل بالخير يا حوت. عندك أخبار حلوة، عندك لقاء حلو، عندك توقعات جميلة، عندك 3 أيام هتعرفهم من نفسك، هتكون فيهم مبسوط ومزاجك عالي، بس بعد كده مش عايزاك تاخد أكشن من حد، تاخد تتوتر من حد، مش عايزاك تندم مع تتكلم مع حد كتير أو تندم. فنجانك بيدل على البشارة، الخير، الأمور الجميلة. ممكن يا برج الحوت في حاجة عندك هتتلخبط، في حاجة عندك في بيتك هتتلخبط، هتكون متوتر شوية، بس الأمور الحلوة جاية، تفائل بالخير، الأمور الحلوة جاية، في حاجة هتحصل عندك. ابعد عن أي حد يزعجك، أي حد يضايقك ارميه ورا ظهرك، تفائل بالخير. هيكون عندك اليومين بالذات آخر الشهر هيبقى عندك كلام، هيحصل في كلام، هيحصل كتير آخر الشهر، خلي بالك من كلامك ومن ردودك ومن أفعال الناس اللي حواليك، خلي بالك كويس جدا جدا، بلاش تآمن لحد أبدا، عشان أقرب الغدر هيجيلك من أقرب الناس ليك، الغدر هيجيلك من أقرب الناس ليك. تحياتي ليك يا مواليد برج الحوت، أتمنى لك النص التاني يكون أحسن من الأولاني إن شاء الله بإذن الله.